السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي ماغي في ديزاين. اليوم جبت لكم وصفة البريوش جد رائعة، ومكونات موجودة في كل بيت. قبل ما نبدأ الفيديو، إذا كنت أول مرة تشاهديني في القناة، أتمنى لك الاشتراك فضلا وليس أمرا، وضغط على زر لايك. يلا تابع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. لناخذ إناء نحط فيه كأس من الماء، يحمل 200 ملي. وكأس من الحليب يحمل 200 ملي أيضا، نفس القياس. و50 ملي من الزيت. حوالي 6 معالق من السكر، إذا ما تحبيش حلو ديري 4 معالق يكفي. أنا استعملت 6 معالق السكر. راح نضيف 1.5 ملعقة من الخميرة الفورية. نخلط كل المكونات جيدا. راح نضيف الكاس الأول. هذه ملعقة معمرة صغيرة على الملح، نضيفها. نضيف النصف من بعد، نشوف حسب الدقيق كان يشرب كان ما يشربش. نلم مليح العجينة. هنا زدت ضفت 1/2 كأس.
هنايا راح نشوف العجينه كش ولات طريه طريه العجينه، راح نضيف ملعقه كبيره تاع الزبده، ندخلها الزبده ندخلها لك مليح الزبده فيها. من بعد نغطيها نخليها تختمر، هذه المرحلة راح نغطيها وخليها تضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما ضعف الحجم تاعها راح نفرغ منها الهواء، رش طاولة العمل بالدقيق، نفرغ هذه الإناء. انا شكلتهم كامل، ما حبيتش نصور فيديو كامل وتنشل ندورها ندورهم. راح ندير لكم التشكيل، راح نشكلها هنايا، راح ديما ندير دقيق وراح نحل بس كل عجينه طريه راح نشكل نمزت الطريه العجينه. نزيد نحلو على العرض والطول، دورت على الزبدة ما نسيت مرتموش الطريقة، ودورتها على شكل حبوش طويل. تنوريكم الطريقة الأخرى، أنا تسرعت شوية أعتذر. تحتها شوية راح ندير حوالي ملعقة صغيرة تاع الزبدة، وراح ندير ندورها بهذا الشكل، نغلق الجوانب تاعها مليح باش متحلناش، ندورها شوية هذا الشكل الطويلة نديرها. نعمل الحل الأخرى كيف كيف حتى نتحصل هذا الشكل. شدت لكم كل كبش تجي تسهل علي العمل. بعد ما كملتهم كامل راح نهز الحبة الأولى وراح نقطعهم على هذا الشكل، ندير السكين هكا من هنا نبدأ نفتحها، نخلي كشوية هنا برك هكا هاي الطريقة، وراح نبدا نلوي بهذه الطريقه، ندير هكا وهكا نجبد ندير هكا بهذه الطريقه، على شكل ضفيره نجي في الاخر هنايا.
راح نخليهم يتضاعف الحجم تاعهم، بعد نديهم الاصفر البيض والجلان. نضاعف الحجم تاعهم، راح نضيف الاصفر تاع البيض، الاصفر تاع البيض مع الحليب والخل، قطره الخل والجلجلان، ندهن الوجه تاعها كامل. هنا راح درت السمسم، بعد ما دهنتها راح نعمرها بالسمسم والجلجلان وجه تاعها شويه تملوها كامل. دخل على الفرن 200 درجة، نحلها من تحت لفوق، حلو ديما قبل الفور. ها وجدناه مع بعضنا البريوش الفطائر طابت، جاء طري الشيش. وإن شاء الله هذه الوصفة تنال إعجابكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لي على زر